من أجل رعاية القدرات القرآنية للطلبة الأكاديميين وتشكيل نواة حاضنة لهم، أقام معهد القرآن الكريم التابع للعتبة العباسية المقدسة ضمن المشروع القرآني في الجامعات والمعاهد العراقية دورة المرتضى عليه السلام التخصصية، التي تستمر لخمسة أيام متتالية في مقر المعهد العام، وتتضمن دروسا مكثفة في علوم القرآن الكريم والعقائد والفقه وطرائق التدريس. بشرنا وشرعنا ببرنامج قرآني تطويري بمسمى دورة المرتضى القرآنية لطلبة الجامعات، والتي تأتي ضمن برامج وفعاليات المشروع القرآني في الجامعات والمعاهد العراقية. هذا المشروع الذي تبنته العتبتين من سنوات عدة، والآن معهد القرآن في العتبة العباسية يعمل على تطوير ومراجعة هذا المشروع. هذه الدورة ضمت طلبة جامعيين من الذكور من جامعات البلد العزيزة الحكومية والأهلية. أكثر من 45 طالبا جاءوا من مختلف الجامعات والمعاهد العراقية، الحكومية منها والأهلية، تلقوا محاضرات تدريسية تعد إضفاء كبيرا لهم، كونها تنمي قدراتهم وتحصنهم من الحركات التضليلية وتنشئهم وفق الرسالة المحمدية، وكل ذلك تم تحت إشراف أساتذة ذوي خبرة وكفاءة عالية. كل الشكر والتقدير والامتنان إلى العتبة العباسية المقدسة، خصوصا معهد القرآن الكريم، على إتاحته هذه الفرصة لإقامة دورة المرتضى للقرآن الكريم والفقه والعقائد وطرائق التدريس. نحن كطلبة الجامعات حقيقة التحقنا بهذه الدورة المباركة لنشر هذه الثقافة ضمن أروقة الجامعة بين أخواتنا الطلبة، أخواتنا الطالبات في الجامعة، لنشر هذه الثقافة، لنشر هذا التعليم الديني لإكمال الرسالة المحمدية. منذ انطلاق دورة المرتضى ضمن المشروع القرآني لطلبة الجامعات العراقية والمعاهد العراقية تحت رعاية العتبة العباسية المقدسة، ابتدأت هذه الدورة بعدة نشاطات وبرامج ضمن القرآن وضمن طرائق التدريس والفقه ونشاطات أخرى طلابية. حقيقة نشكر العتبة العباسية على هكذا مبادرة طيبة تضمنت خصوصا المعهد القرآن الكريم، اللي تضمن أنه حلقة تواصل مشتركة بين الطلاب والأساتذة. حقيقة تضمنت هذه المحاضرات مكثفة في العقائد والفقه وطرائق التدريس، بالنتيجة هاي راح تضيف علينا في الطفرة نوعية خاصة أنه نقدر نستفاد منها إحنا كطلاب باعتبار إحنا كطلاب جامعة، ونقدر بالمستقبل إن شاء الله القريب أنه نضيف هذه المعلومات اللي اكتسبناها والخبرة الراقية من أساتذة أكفاء نضيفها إلى طلبتنا وأعزتنا في الجامعات أو في الكلية. ضمن الخطى المباركة التي تسير عليها الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة باحتضان الشباب وتقديم يد العون لهم، سيما طلبة الجامعات والمعاهد الذين يعدون لبنة المجتمع كونهم من الشرائح المثقفة فيه، سعى معهد القرآن الكريم لإقامة دورات تخصصية في علوم القرآن المجيد لتلك الفئة المجتمعية.